في كشف أثري جديد لمومياوات في منطقة ضريح الأغاخان في غرب أسوان، واضحة قدامنا هي على الشاشة. نجحت البعثة الأثرية المصرية الإطارية المشتركة والعاملة في محيط ضريح الأغاخان غرب محافظة أسوان بصعيد مصر في الكشف عن عدد من المقابر العائلية التي لم تكن معروفة من قبل، واللي بترجع للعصور المتأخرة اليونانية والرومانية. خلوا بالكم المنطقة دي أسوان معروفة طبعا الفراعنة وكده، فإن أنا أتنقل بقى أن أنا يبقى عندي وسط الفراعنة في حاجات يونانية وحاجات رومانية في منطقة بتاعت أغاخان، هي كمان واخدة طابع بيئي بقى وجناين وضريح وحاجة في وسط النيل بقى، تحفة يعني. فكشف أثري مهم جدا جدا، أكد عليه الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، وأن عدد المقابر المكتشفة 33 مقبرة. طب إحنا عايزين نروح نفهم أكتر هذا الخبر الرائع اللي بالتأكيد هيكون ليه تأثير على الموسم السياحي الشتوي. طبعا أسوان في الصيف الله يعني يسترها على أهالينا هناك، درجات الحرارة إذا كنا احنا هنا في القاهرة وعلى آخرنا يعني الله يعينهم هناك. طبعا موسم أسوان الشتوي ده حاجة كده ملهاش زي في العالم، ربنا يديمها نعمة علينا. بيشرفنا يكون معنا على الهاتف دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار. دكتور مجدي أهلا بيك. كل التحية أستاذ شنو، تحياتي لتحياتي مشاهدين حضرتك. أهلا بيك. كشف مهم في منطقة مهمة بأثار متنوعة مختلفة عن طبيعة هذه المنطقة، الكلام ده مظبوط؟ والله أستاذ شنو، أنا بعتبر أهم حاجة في الكشف هو الناحية العلمية وإن تكامل العلوم. الأول كنا بنتكلم عن الناحية الأثرية، ولكن دلوقتي بقى في تكامل ما بين العلم الأثري والعلم الطبي، لأن جامعة أسوان كلية الطب دخلت هذا الموضوع وإدتنا معلومة أرجو إن إحنا مصر بتنفذ مشروع أكتر من رائع، مشروع الجينوم المصري بدأ من سنة 2020، وهذا المشروع أنا بعتقد في حالة اكتماله هينقل مصر نقلة مهمة جدا، لأنه هيرد على بعض يعني الحاقدين على هذه الحضارة ومحاولة نسب هذه الحضارة. وشفت حضرتك الأفروسنت بالظبط يا فندم، كنت أتمنى أعمل مع حضرتك حلقة في هذا الإطار. أكيد أكيد هتشرف، صوت بقى عالي في هذا الموضوع وهترد على، هتخرس كل الناس لأنها تؤكد بما لا دعم الشك أن نسبة بين 70-80% أن هؤلاء الناس مصريين. هذا المكان اللي احنا بنتكلم فيه هو شغال الست الماسكة البعثة، هي بعثة إيطالية مصرية شغالة في الجزء الأوسط من بيسمى غرب أسوان، امتداد لمقابر اسمها مقابر قبة الهواء. وحضرتك مدام قلت يعني أسوان، أرجوكم لما تروحوا زوروا مقبة أو روحوا زوروا قبة الهواء دي، لأن هذه المنطقة بتشمل المستكشفين الأوائل لإفريقيا. دي في نفس منطقة أغاخان يا دكتور مجدي؟ بالضبط، أغاخان دي امتداد لقبة الهواء في قلب النيل برضو. لذلك احنا بنتكلم على امتداد، ان اغاخان امتداد لقبر الناس اللي هم بيسموهم كده المستكشفين الاوائل، كانت ناس بتاخد تروح بعثات تروح الى وسط افريقيا ويمكن وصلوا كمان يمكن اكتر من جنوب الصحراء الكبرى عشان يشوفوا منتجات ويتعرفوا على الشعوب ويجيبوا منهم خراط ويحصل تبادل اقتصادي وتبادل سياسي. هذه وبالتالي احنا عندنا كشف مهم، اولا لان احنا لقينا في هذه المقابر حاجه غريبه جدا يا استاذ شنود، لقينا ان الاعمار مش كتير، لقينا الاعمار كلها اللي ماتوا من خلال دراسة بقايا المومياوات، وده على حسب كلام الأطباء والناس اللي بحثهم بقايا المومياوات، حالة المومياوات مش جيدة، ولكن ماتوا وهم سن صغيرين قوي سنة أو سنتين أو بالغين، إنما مفيش أعمار كبير كتير. وطلعتنا عندنا إن هؤلاء الناس كان عندهم مشاكل في الصدر، عندهم مشاكل في العظام، عندهم مشاكل في عظام، عندهم فقر دم، وبالتالي احنا بنتكلم على موضوع مهم جدا. دلنا الموضوع على إيه؟ دلنا إن هذا المكان هي مقابر الطبقة الوسطى، بمعنى ان انا عندي الطبقه العليا، لان دايما حتى الترتيب في الموتى بيبقى على حسب الارتفاعات، فهم قمه الجبل خلوا له الطبقه اللي هم النبلاء اللي هم القضاة والعسكريين وكبار رجال الدوله وطبقه النبلاء. الطبقه اللي في الوسطى او الطبقه الوسطى اللي هو الجبل بدا يتم فيه اللي يسمى بالطبقه الوسطى، لا مومياوات لبعض الرجال والنساء، قدرنا نعرف كان طراز معماري مهم جدا، قدرنا نعرف حتى اليونان والرومان كانوا موجودين في مصر ولكنهم لبسوا الملابس المصريه وتحللوا تأثروا بالحضاره المصريه تماما. حط طبقه اسمها الكرتوناج على الوش بحيث يقدر الميت يتعرف على هذا الموضوع. وبالتالي انا بعتبر ان اهم حاجه في هذا الكشف ليس عدد المقابر وليس بقايا الموتى، شيء مهم، ولكن التفسير العلمي لهذا الموضوع اللي احنا ان شاء الله يقودنا هنتعرف على الجينات المصريه وعلى بعض الامراض المنتشره في هذا الوقت. ايوه دكتور مجدي، احنا طبعا الكلام اللي حضرتك قلته والموضوع الثاني محتاجين بقى حضرتك تجهز لنا شويه في حاجات عشان صور وفيديوهات وبتاع، وان شاء الله نرتب مع حضرتك حلقه نتكلم في الموضوع ده. بنبارك ليكم على هذا الكشف وكل المجهودات اللي بتبذل من وزاره الاثار. دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.